الآن بما أن ما في بيني وبين فراغ عاوتوا أرجع أيدي ورا. عاوتوا أغبر. ثم وأنا كذا حاسس بخشمه أقدم إيدي مو بجسمي قدام. هي باحترامها. ثم أجيبها عندك عند الكاميرا. على جنب ثم اجيبها عندي. اوخي عني. اجيبها عندي. يعني لو برفع ايدي بس هلا شمت فيه بشكل اكثر من الجهه هذه. انا كذا صح؟ شوف ايدي هذه بتروح فوق هنا بيرجع ورا. اخذت القطعة. ايدي هذه بتروح فوق يسار وباخذ القطعة من الجهة الاخرى بس فوق. هنا في فراغ فابغى احاول املي فراغ عشان كذا تحرك الجسم بس ما ابغى الجسم هو اللي يخليه يهتم بس راح بالجسم عشان بس املي الفراغ. هذا المطلوب. فالفكرة انك تسوي التمارين المطلوبة. طبعا بسوي رجوع خلف ولا فات ضيقة بس الفكرة انك تسوي